السلام عليكم خوتي، أنا ما كنتم وحيتم وجدتم. مسلم عليكم بدون استثناء مباشرة من مابل لارش بلندن. اليوم مع أخونا كمال. خويا كمال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش رأيكم لباس؟ الله غير لاباس في صالح. كيف رأيكم؟ الحمد لله خويا كمال. هاي شوفك خير، أنا تلاقينا خويا كمال. واش رأيكم لاباس؟ الحمد لله. واش رأي أخبارك؟ الله غير الحمد لله. يا خويا واش نقول لك؟ السلام عليكم. ولا يشوفوا فينا كاع كيف كيف بالغلو والسلام. كاع اللي عايشين هنا في لندن ولا في إسبانيا في الأمريكان في الهند. إيفري وير. لا ما كان واش حال راه مليح الحمد لله. الجو مليح اليوم؟ الجو هايل يا اخو. واش حبيت نقول لك؟ انا والله غير عندي واحد الرساله حاب نبعثها ان شاء الله للشباب الجزائري، خاصه الشباب الجزائري اللي راه يدخل يعني في الفيسبوك ويناقش الامور في الفيسبوك، و اللهم نعطيهم نصيحه اللي حبوا يدخلوا به نقولوا ينتقدوا الافكار والانتقاد البناء وطرح الافكار. الله يبارك هكذا الناس تستفيد. هذوك الناس اللي يدخلوا ويسبوا والله العظيم غير عيب عليكم، يعني تاخذوا راي غير تجبدوا رواحتكم وريحوا في القهاوي تاعكم احسن. هذه يعني النصيحه تاعي اللي نعطيها للمساغر في الجزائر. حاجه اخرى يا اخو واش نقول لك؟ والله غير رانا انا انسان برتوكي فان، حي كاع ولاد برتوكي فان، وخاصه حمد باش عايز يا حمد. راني مع واحد السيد والله العظيم بك تشوفوا معايا على بالي بلي تعرفوا شكون اخينا صالح. هاي لازم تقولي لوجهك صالح. خويا احمد راني مع خويا كمال. احمد ها صالح، هذا هو صالح. هذه نصيحه تاعي يا خوتي، وان شاء الله يا اخو الناس كاع لازم تحب الخير للبلاد. انتم عندكم زاركم عايشين في البلاد، حنا رانا عايشين في الغربه، حياتنا كاع في الغربه، رانا نبكوا على الجزائر. يرحم والديكم كما قال الواحد، بعد الانسان يكون مولاه خير ويتفائل خير، و مش عارف ما يهدرش في الناس، ما يسبش الناس على جال حتى حاجة. والإنسان اللي يغلط يا أخويا نطلبوا ربي العالمين يهديه وما يجيش يغلط وننصحوه بالعقلية والدنيا. نحونا بالعقلية هذيك تاع السبان وانت كذا. هذاك النهار واحد أنا في الفيسبوك يا صالح قال لي أنا واش مني يدير؟ قال لي على اسمك باين، سما أنا يدير سما قبيلي اسمك، واش معنى هذه عقلية؟ الله يجعل ربي هذا ما خلق ربي هذا ما كرمكم عند الله يتقاكم اخي. هذه النصيحه تاعي، ونهضر على الناس اللي راهم يعني في الجزائر ورامي شرط هذوك اللي راهم يحرقوا يجوا لهنايا والدنيا. يعني على بالي دوك بزاف الناس يقولوا وراه فاري وعايش ليه وكاع، على بالك ما تحرقوش ما تجوش لهنايا روح بالفيزا، ما تعرقش في البابور، لو كان تقتل روحك ربي يحاسبك عليها. وهنا ماهيش جنه، هنايا كيف كيف بالك تشوف لي اكثر من بلادك. ان شاء الله ربي يسكن الامور في بلادنا يا اخو، وتولي بلادنا مليحة والمعيشة وخلاص. هذا ما كان ربي يحسن حالنا. ربي قال ربي إن شاء الله يحسن لنا الأحوال. هذا ما كان يا أخو، اللي راهم عايشين هنا في الخارج قسما بالله ما راهم عايشين في الجنة. كيما المشاكل اللي عندكم اللي غير عندهم هنايا يعني. غير لخر فيهم، غير ديفوا ما يلحقش الشهرية تاعو، فهم كيف؟ خلينا نهضر لك على العقلية مثلا الناس الخدامة، باش نهضروا على الناس اللي تاع كيما يقولوا سبنيولا وتراثيرا تاع التروطوار الآخر. بلا ما نفضحوا دوكا بيناتنا عيني واي، باسكو حنا ماذا بينا ان شاء الله نعيشوا في الحلال ونموتوا في الحلال، ما غير غلطنا في صغرنا ربي ان شاء الله يغفر لنا. بصح يا خويا واش نقول لكم؟ كل انسان عنده نصيب في الدنيا هذه، قسما بالله ما يدي غير النصيب تاعو. كما قال الهاشمي الله يرحمه في واحد القصيده يقول لك الرزق مقسم، ما تتجاوزش الحدود ما تتعداش الحدود. داكسي هذا ما كان، تحب تعيش معيشه مليحه كون عندك قناعه، كون انسان مليح، كون انسان ما تحبش الشر للناس، كيما تحب لنفسك تحب للناس، وتسمع شويه ما تهدرش بزاف، اسمع اكثر من اللي تهدر باه تولي تفهم. حاجه اللي ما تفهمش تقدر تسقسي ماشي عايز. هذه هي العقليه باه الناس تطور. انا انسان مانيش قاري، انا الحمد لله عقلية قيسي، بصح يعني راه التجربه تاع الدنيا والامور وليت نقولوا نعرف شي حوايج. الحمد لله نحب الحق ما نحبش الباطل، ونحب الناس اللي يموتوا على الحق، ما نحبش الناس اللي يدافعوا على الباطل. فهمت؟ احنا واش نقول لك؟ احنا رانا عايشين في الغربه، بصح يا خويا نحبوا بلادنا يا خويا، والله نموت على الجزائر. انا لا فيريتي كنت وحشت بزاف بلادي، وان شاء الله نولي ونعيش فيها، ما بقات شويه بعد يخرج روترات ويهبط يريح في البلاد. هذا ما كان. حاجه اخرى يا خويا واش نقول لكم؟ تهلاو في رواحتكم، ربي ان شاء الله يفتح على كل واحد. امين. وان شاء الله تربح الله الجزائري نهار الجمعه. صح صح اخويا كمال، السلام عليكم. بارك الله فيكم. صح خويا كمال.